تعز بين الجرائم المنسية وصراع النخبة الحزبية والعسكرية. تبدو قلب ثورة فبراير وحيدة بين مطرقة دبابة سوفتيل وسندان التلاسنات والبيانات بين النخب الحزبية والنخب العسكرية في تعز المحاصرة. الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين مؤخرا يتم تدوينها في سجل النسيان للجهات المعنية بالشأن المدني والإنساني التي تبدو معصوبة العينين إزاء ما يحدث من جرائم بحق المدنيين في مدينة مكتظة بالسكان والقذائف. بحسب مصادر ميدانية فإن 14 قتيلا و57 جريحا، أغلبهم أطفال، سقطوا يومنا هذا جراء قصف الميليشيا لأحياء المدينة بالقذائف وسط صمت مطبق من قبل المنظمات المحلية والدولية. لا حماية مدنية لأحياء المدينة ولا سبيل للحياة في الأحياء التي تنتظر الموت القادم على هيئة شظايا من قذائف، ولا تحركات عن حسم عسكري يخلص المدينة من الإرث القادم من الكهوف. جدل البيانات بين الأحزاب السياسية وقيادة المحور والحديث عن السلطة المحلية هو الآخر يبرز كعبء مضاف إلى أعباء تعز التي تبدو كصدر تجري فيه العديد من أنفاس حرية والعديد من صخور تجثم على ذلك الصدر الجريح والمثقل. لم تستوعب النخب الحزبية والعسكرية حجم ما تتعرض له المحافظة من جرائم وتنكيل بحق المدنيين وتتركهم دون ما إسناد، وهم الذين نالوا صنوف الانتهاكات وجرائم حرب مستمرة منذ نحو 3 سنوات. الأطراف المعنية لسان حالها العيش في دوامة التقاسم والتهافت على السلطة باعتبارها غنيمة وليس مجالا لخدمة المواطنين، فيما يرجح مراقبون أن الأمر له علاقة بمحاولة إفشال جهود السلطة المحلية وخلق انقسام تغذيه أطراف محلية وأقليمية بعينها. بحسب متابعين فإن بعض النخب الحزبية والعسكرية تبرز كحصار إضافي إلى جانب الحصار الأساسي منذ الانقلاب والاجتياح، بينما تغرق تلك النخب في مستنقع البحث عن فتات نصف سلطة في محافظة ممزقة ومخهورة.